لنقاش هذا الموضوع رحب بضيفنا من بيروت السيد علي الحجازي الكاتب الصحفي، على أن ينضم إلينا بعد قليل من بيروت أيضا السيد زكريا الغول الباحث السياسي. سيد علي مرحبا بك معنا. قاضي التحقيق أهلا طارق بك. بطار إذا يعود لاستدعاء المسؤولين السابقين لهذا التحقيق، إلى أين تتجه الأمور بتصورك بعد هذه الخطوة؟ هل تعود الأمور لمربع الدعاوى ومحاولات التعطيل وكف اليد أم ماذا؟ أولا ليست محاولات تعطيل، محاولات تصويب. ثانيا المهم في الموضوع ليس استدعاء ميليس بنسخته الجديدة لوزيرين سابقين، المهم في الموضوع أن الرجل الذي ظهر في بداية تقريركم وهو الناطق الرسمي باسم عوائل شهداء المرفأ زار اليوم على رأس وفد من هؤلاء العوائل الشهداء المجلس القضاء الأعلى وطلب كف يد القاضي بيطار. وبالتالي المستجد الأهم في الموضوع أن أولياء الدم اليوم بجزء منهم الغير مسيسين والحريصين على الحقيقة التي لا تخدم مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية والمجرم سمير جعجع، لأن الذي جرى في بيروت بخلاف ما ذكرتم ليس اشتباك، هو إطلاق نار من المجرم سمير جعجع وحزب القوات اللبنانية على رؤوس مدنيين كانوا يعبرون عن موقفهم بشكل سلمي. إذن طيب. المهم أن أولياء الدم اليوم طلبوا تنحية القاضي بيطار، وهو بما يقوم به يضيع وقته ووقت اللبنانيين ويحاول تأخير ظهور الحقيقة. هذا الملف لن يبقى بيد القاضي بيطار ولو وقفت معه مش بس قوى سياسية داخلية لبنانية تأتمر بأوامر خارجية، لو وقف معه الرئيس الأمريكي بشكل شخصي. هذا طيب. الرجل يجب سيد أن سيد علي، يتنحى هي عن محاولات الملف. للتصويب، كيف تكون محاولات التصويب للأداء القضائي من خارج منظومة القضاء فعلا ومن خلال هذه الضغوط السياسية المباشرة وغير المباشرة أيضا؟ تصويب الموضوع يكون أولا، نحن في لبنان لدينا دستور ولدينا قوانين نافذة، هذا الدستور وهذه القوانين تقول بشكل واضح وصريح أن النواب والوزراء والرؤساء يحاكمون أمام محكمة خاصة وليس أمام المحقق العدلي. ثانيا إذا كان هو حريصا على التحقيق فليتفضل باستدعاء سعد الحريري وتمام إسلام، فليستدعي قائد الجيش الحالي جوزيف عون، فليستدعي مدير المخابرات السابق. هناك 152 شخصية ذكر أنها كانت على علم بوجود النترات بمرفأ بيروت، وبالتالي عليه أن يبادر إلى استدعاء كل هؤلاء والتحقيق معهم. هذا إذا كنا نريد أن نتخطى القانون. وبالمناسبة بما أن هناك حرص على القضاء وتباكي على المسار القضائي، المتهم الأول والأخير والأكبر بملف انفجار المرفأ في لبنان هو السلك القضائي، لأنه هو الذي أمر بإفراغ الباخرة، هو الذي أمر باحتجاز المواد على الباخرة، وهو الذي لم يتجاوب مع طلبات إزالة هذه المواد. هيئة القضايا في القضاء اللبناني هي المتهم الأول. تفضل بالبقاء معنا سيد علي للمزيد من النقاش، ينضم إلينا الآن من بيروت السيد زكريا الغول الباحث السياسي. سيد زكريا مرحبا بك معنا. القاضي بيطار يعود لممارسة مهامه ويمضي لاستدعاء المسؤولين السابقين، كيف تبدو الآفاق أمام هذه الخطوة هذه المرة، وبلأي مدى تبدو المؤشرات ماضية للعودة لمربعات الدعاوى المضادة ومحاولات التأخير والتعطيل؟ مساء الخير سيدي الكريم، شكرا لك على الاستضافة. لقد عاد المحقق العدلي طارق البيطار لوضع يده على الملف بعد أن استنفذت وسائل رده بموجب دعاوى رد التي تقدم بها عدد من الوزراء والنواب، فعاد من محكمة التمييز ومن محكمة الاستئناف، فعاد القاضي طارق البيطار المحقق العدلي لوضع يده على الملف. هذا من الناحية القانونية. نحن بانتظار صدور قرار عن محكمة التمييز أيضا بخصوص دعوة تقدم بها الوزير السابق يوسف فينيانوس بخصوص الارتياب المشروع، لكن هذه الدعاوى لا تكف يد القاضي عن النظر بالدعوى. هذا من الناحية القانونية. والقاضي طارق البيطار عندما عاد وطلب الاستماع إلى الوزيرين زعيتر والمشنوق ورئيس الحكومة السابق حسان دياب استند إلى المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تقول بأن الملاحقة إذا تمت ما قبل الحسنات فيمكن له العودة والاستماع إليهم بعد عودة الحسنات التي عادت بعد في الأمس بالعودة الانعقاد لمجلس النواب في الدورة العادية. هذا من الناحية القانونية. لا شك أن موضوع التحقيق في انفجار المرفأ
ترك انقساما عموديا كبيرا في الشارع اللبناني بين معترض وبين مؤيد على مجلس القضاء الأعلى. يجب بت هذا الموضوع. لا شك أن القاضي طارق البيطار في من نواحي قانونية هناك علامات شك حول أدائه القانوني، عدم الاستماع إلى بعض القضاة الذين أصدروا قرارات سابقة بخصوص الباخرة ورسوها في بيروت وأفراغها. هذا من ناحية. أما من ناحية الاستماع إلى الوزراء والنواب للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فهناك لغط قانوني حول توصيف الجريمة. هل هي جريمة تتعلق بأداء مهامهم كوزراء ونواب أو هي جريمة عادية؟ هنا اللغط القانوني. فالأفضل أن يتم بت الموضوع عبر الجسم القضائي دون تدخل سياسي لكي نستطيع الوصول إلى الحقيقة دون تدخلات سياسية في الموضوع. وسأعود إلى هذه التدخلات السياسية بعد قليل، لكن سيد زكريا كما أشرت هذا الاستدعاء الجديد للمسؤولين يأتي في أعقاب عودة دورة مجلس النواب وعودة الحصانات للنواب والمسؤولين. نعم. هذا المتغير كيف ينعكس على هذه المحاولة فعلا، وإلى أي مدى سيكون بإمكان القاضي الجلوس والاستماع للمسؤولين وفق هذا الظرف الناشئ؟ المطلوب الاستماع إليهم لن يمثلوا أمام القاضي طارق البيطار المحقق العدلي. هذا أمر مفروغ منه، لن يمثلوا. ذريعتهم القانونية أنهم يخضعون للمحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. هذا خلاف قانوني فقهي يقتضي بته على مجلس القضاء الأعلى. من الناحية القانونية إمكانية تنحية القاضي البيطار هي بدأت تضيق. أولا محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إلية ومحكمة التمييز برئاسة القاضي جنات حنا رد طلب تنحية القاضي البيطار. أمام في إمكانية عبر محكمة التمييز لإصدار قرار عبر الرئيس كفوري بدعوى الارتياب المشروع التي تقدمها الوزير فينيانوس، في إمكانية البت فيها، لكن هذه الدعاوى تأخذ كثيرا من الوقت لتشعب المدة عليهم وتشعب الملف. سيد علي، الخلاف حول تحقيق المرفأ وصل إلى مديات قصوى في البلاد خلال الأيام الماضية وأفرز انقسامات عمودية كما أشار السيد زكريا قبل قليل في البلاد، وكادت تداعيات هذا الأمر تودي بالبلاد إلى مآلات صعبة. هل الأمور في هذه المرحلة الآن في أعقاب ما جرى في بيروت، هل هي ماضية للتهدئة أم ربما هناك دفعا نحو مزيد من التصعيد؟ هناك اتصالات تجري حتى الساعة، هذه الاتصالات لا تسلك مسلكا يمكن أن يوصل إلى نتيجة إيجابية. هناك وجهتي نظر، وجهة نظر يتمسك بها حزب الله وحركة أمل وبعض حلفائهم، ليس كل حلفائهم، تقوم على قاعدة أن لا استكمال للتحقيق ولا عودة إلى مجلس الوزراء ولا لمقاربة الملفات الحياتية والاقتصادية وما شابه قبل تنحية القاضي بيطار. بالمقابل هناك أفرقاء يتمسكون بالقاضي بيطار ليس حبا به ولا تمسكا بنهجه القضائي السليم، وهو غير سليم طبعا، إنما خوفا من الولايات المتحدة الأمريكية التي وضعت خط أحمر حول القاضي بيطار. ومن هؤلاء فريق رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء وقوى سياسية ممثلة داخل مجلس الوزراء هي تحاول أن تقول بشكل واضح وصريح أن القاضي لا يسيس الملف. أنا أزم لك كل الطروحات التي تطرح، كل الاتصالات التي تجري، كل المحاولات التي تقام لن توصل إلى أي نتيجة إذا لم يكن الهدف منها تنحية القاضي بيطار. هذا التمييع ومحاولات اختلاط مخارج وإلى ما هنالك لن تؤتي بأي نتيجة. وأنا أزم لك، علمتنا التجارب مع حزب الله والقوى السياسية الحليفة له، واجه التحقيق الدولي سابقا بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري واستمر في هذه المواجهة حتى نجح في إثبات أن هذا التحقيق لا قيمة قانونية له وأنه تحقيق فارغ يعني من دون دلائل. اليوم بقضية المرفأ حزب الله وحلفائه سيستمرون في الطريق، ستجد أن جبهتهم ستتوسع أكثر لأن المقتنعين أكثر. طيب. مثلا النائب وليد جنبلاط عبر بشكل واضح وصريح أن هناك أسئلة، حتى ضيفك الأستاذ الغول من بيروت قال هناك يعني أسئلة تطرح حول أداء القاضي بيطار في القانون. طيب التساؤلات مشروعة، مشروعة سيد علي. نعم. التساؤلات مشروعة وحاضرة عند كثيرين، لكن الإطاحة بالقاضي الثاني لهذا التحقيق إلى أين سيمضي بكل هذا التحقيق وإلى أي مدى سيعيق الوصول إلى إجابات حقيقية وملموسة؟
الإجابات الحقيقية والملموسة ليست مرتبطة بشخص القاضي الثاني أو الأول. فلنفترض أن ربنا سبحانه فملكه تذكروا للقاضي بدار وتوفى أو هو قرر أن يعتكف، تتوقف الحقيقة؟ لا تتوقف الحقيقة، الحقيقة مرهونة بوجود قاضي. أنا لا أقول ليس من حق القاضي بطار أن لا يستدعي الوزير علي حسن خليل أو الوزير غازي زعيتر أو كل من سيستدعيهم. أنا أقول بشكل واضح، إذا كان أن يريد أن يكون منصفا عليه أن يكون قاضيا عادلا، يستدعي كل المعنيين وبتوقيت مدروس، مش ببلش من عندية الرئيس حسان دياب. لكن سيد علي، وباختصار حتى أعود للسيد زكريا بعد خلي، ألا ترى بأنه هذا الدفع بعد الدفع للإطاحة بالقاضي صوان، والآن هذا الدفع للإطاحة بالقاضي بيطار، ألا ترى بأنه هذه القوى السياسية الدافعة بهذا الاتجاه تسعى للوصول إلى صيغة قضائية وصيغة قاضي ربما على مقاسها ومقاس تصوراتها ومقاس رغباتها بالوصول بمخرجات هذا التحقيق؟ ألا ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل في التحقيق دون أن نفهم الأسباب في ذلك؟ ألا ترى مشروعا أن نسأل لماذا على الكونغرس الأمريكي أن يصدر بيانا يدافع فيه عن القاضي بيطار؟ أليس مشروعا أن نسأل لماذا مجرم كسمير جعجع تاريخه أسود بالإجرام يعمل محامي دفاع عن القاضي بيطار؟ نحن قوى سياسية ندرك جيدا أننا مستهدفين في هذا التحقيق، ونحن ملفنا بالاستهدافات الخارجية كبير وكبير جدا. كان يستطيع القاضي أن يغلق كل أبواب الاستهداف لو تعاطى بعيدا بالسياسة عن الملف، وسأعود حول هذه النقطة. لكن سيد زكريا، ما جرى في الشارع اللبناني خلال الأيام الماضية أحداث الطيونة وتداعياتها، هل هي مناسبة ودعوة لإعادة قراءة الأطراف السياسية لمآل الأوضاع والتهدئة أم ماذا؟ سيد الكريم، إن ما حدث في الطيوني من الأسبوع الماضي هو نظير شؤم على الواقع اللبناني. الاختلاف حول التحقيق في انفجار المرفأ يقتضي أن لا يتدخل مع أمور أخرى الخلافات السياسية، فلندع التحقيق جانبا ولندع السياسة جانبا آخر، والانتخابات أهم شيء ندع، فلندع الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في العام القادم إلى جانب. سيد الكريم، الانقسام السياسي يقتضي أن لا يتحول إلى انقسام بالرصاص أو بالقنابل في الشارع. هذا سيؤدي بنا إلى ما جرى منذ العام 1969 إلى العام 1975، الظروف متشابهة، فالجميع سيدفع الثمن. هذا الانقسام الحاد الذي حصل حول انفجار المرفأ والتحقيقات سيقودنا في حال لم تتداركه العقول إلى أسوأ مما حدث في العام 1975 وما شاهدناه في الخطابات المتبادلة. هذا لا يفيد التحقيق ولا يفيد النسيج اللبناني الهش. فلندع القضاء يأخذ مجراه، فلندع التحقيقات تأخذ مجراها، وأي اختلاف حول التحقيقات يقتضي العودة إلى الأصول القانونية والأصول الدستورية. هناك مجلس أعلى للمحكمة. لكن سيد زكريا، ومعذرة، حتى وإن هدأت الأمور قليلا في الشارع يظل الخطاب تصعيديا عند الأطراف السياسية وتظل المواقف على حالها بما يتعلق بهذا التحقيق. هل الصيغة التي يجري دفعها الآن للواجهة هي إما السلم الأهلي في البلاد أو الإطاحة بالقاضي بيطار؟ سيدي الكريم، لبنان منذ العام 1840، هذه الخريطة الجغرافية التي ينتمي إليها لبنان منذ العام 1840 وهي تخضع لتجاذبات وصراعات. هذا ليس جديدا علينا في لبنان، لكن علينا التعلم من هذه العبر السابقة التي مرت علينا وألمت ببلادنا. انفجار المرفأ هو انفجار هز العاصمة، انفجار ضرب الاقتصاد اللبناني، هذا ناهيك عن باقي الأمور التي أنهكتنا. هل يا ترى هذا الانقسام يفيدنا في تحقيقات المرفأ؟ يفيد في الوصول إلى الحقيقة. من حق الشهداء الذين سقطوا معرفة الحقيقة، هذا أمر مقدس، علينا سلوك السبل القانونية. لكن أمر استبدال القاضي بيطار من عدمه، فنترك الأمر يأخذ مجراه القانوني في حال تعددت الجهات التي تنظر في الملف، من مجلس أعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء إلى محكمة خاصة بالقضاة إلى مجلس العدلي، فهذا تمييع للحقيقة من الناحية القانونية، هذا موجود. لكن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ما هي هيكليته دون الرئاسة؟ ما هي هيكلية تنظيمه؟ كيفية التقاضي أمامه؟ الأصول مركزه؟ كل هذه الأمور تطرح أكثر من علامة استفهام. لا شك القاضي
البيطار هناك علامات استفهام كبرى حول أدائه. في الأداء لكن ماذا عن التسييس؟ عن التسييس سيد زكريا، الولايات المتحدة والأطراف الغربية لا تخفي دعمها لهذا التحقيق وأملها بالوصول لمخرجات وتمسكها بمهمة القاضي بيطار، لكن هل من الانعكاس حقيقي لهذا الدعم الدولي على مهمة الرجل وممارسته لفصول هذا التحقيق؟ التدخلات السياسية الخارجية من أي جهة كانت غير جديدة، غير هي قديمة العهد في لبنان. تعودنا من أدنى من أصغر صراع إلى أكبر صراع هناك تدخلات خارجية. نحن بلد نجتذب التدخلات الخارجية ونحن عرضة لهذه التدخلات، ونحن نقع على فوهة صراع كبير يجري في المنطقة، هذا أمر مفروغ منه. التدخلات ستبقى ولن تتوقف، لكن علينا كلبنانيين أخذ القرار ولمرة واحدة أن نقول علينا الاحتكام إلى القانون والدستور والمؤسسات، عندئذ لا مجال لأي تدخلات خارجية. في ضوء هذا المناخ الدولي سيد علي، هناك من يقول بأنه حزب الله بيمضي للإفراط في القلق من مهمة القاضي بيطار، والإفراط في القلق من تطورات هذا التحقيق، والأهم الإفراط في التحرك كذلك في الشارع، لا سيما بأنه الرجل ولا التحقيق لم يوجه أي اتهام صريح وواضح لحزب الله. ما الرد على ذلك بدقيقة؟ حزب الله لا يتجه باتجاه الإفراط، إنما يتجه باتجاه الحذر، والحذر واجب في بلد نتذكر جيدا نحن يوم اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كيف كانت التهمة تتنقل، بدأت من سوريا انتهت عنديد حزب الله بعد تسوية السين سين، واليوم هي بدأت عنديد وزراء محسوبين على قوى حليفة لحزب الله، ونحن نعرف تماما أنه لاحقا سيحاول تركيب التهمة لحزب الله. وسمعنا منذ اللحظة الأولى لحصول الانفجار مثلا إحدى الصحفيات المعتمدين في مؤسسات غربية قالت أن هناك نفقا يربط بين البور والضاحية الجنوبية لبيروت، وبالتالي من حق حزب الله أن يكون حذرا، لأنه كما قال ضيفك من بيروت الأستاذ الغول، الاستثمار الانتخابي بانفجار المرفأ وصل إلى حده الأقصى. هناك قوى سياسية تراهن على أن مفاعيل انفجار مرفأ بيروت ستؤدي إلى الإطاحة بالأكثرية الحالية، وليس مفاعيل الوضع الاقتصادي والمعيشي. لذلك حينما تسمع أنت الطرف الآخر يركز في كل يوم وفي كل لحظة على أن حزب الله حزب الله، المرفأ تحت سيطرة حزب الله، المعابر تحت سيطرة حزب الله، هذه النترات أتى بها حزب الله ليستخدمها في سوريا أو لصالح الدولة السورية، هذا الجو خلق عنديد حزب الله الكثير من الحذر والتخوف من أن هناك من يريد تركيب تهمة لحزب الله دون أن يكون له علاقة من قريب أو بعيد بالموضوع. شكرا، وقت هذا النقاش انتهى، أشكرك جزيل الشكر. من بيروت السيد علي الحجازي الكاتب الصحفي، ومن بيروت أيضا السيد زكريا الغول الباحث السياسي، شكرا جزيلا لكما.